ازيكم عاملين ايه؟ انا محمد مجدي وده فيديو جديد. فيديو النهاردة تجربة جديدة ومختلفة. هنشوف في الفيديو شوية مقاطع لشاب فلسطيني. الشاب ده بيعمل ايه؟ الشاب ده عايش في المانيا. كل اللي هو بيعمله بيعمل فيديوهات على اليوتيوب، بيسمع الالمان القرآن وبيشوف رد فعلهم. كمل انت بس الفيديو للاخر وانت هتبسط جدا. وكالعادة قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتتفرج على الفيسبوك، ولايك واشتراك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يبعت لك اي فيديو جديد لو بتتفرج على اليوتيوب. خلينا نوصل لألف مشترك عشان ما اطولش عليكم. يلا نبتدي الفيديو. ده واحد، هو ده الشاب الالماني اللي ده سمعهم القرآن وبيعرف رد فعلهم. طب يا جدعان، الراجل ده عالمي والله. الست مستغربة وبتضحك، مش عارف بتضحك مبسوطة ولا بتضحك عشان في كاميرا. نشوف بقى رد فعلها وهتقول ايه بعد الفيديو. تقول له شيء حزين. بقول له حسيت بايه لما وانت بتسمعي؟ صوته حزين كده. مش عارفة توصف احساسها. ده تقريبا ابنها. بيقول له لف السجاير ولا عادي يعني؟ ولا قال له عادي. نشوف رد فعله هو كمان. وصوته فعلا حزين، صوته حلو وهادي كده. عايز اشوف رد فعله برضو. برضو حزين. هو فعلا صوته حزين كده وهادي قوي بس جميل. قالك حزين بس حلو جميل. شعوره ايه بقى؟ حاجة سرية أو حاجة جماعية بقول كده. بيسمع بقى حد تاني؟ هو ماشي يسمع الناس كلها، يسمعهم القرآن وشوف رد فعلهم وهيقولوا ايه وإحساسهم ايه. الناس دي ألمان. Bye.
الله. لك قلبي بيدق بسرعة. الحاجات دي للعبادة أو للصلاة. حزين برضو، شيء حزين برضو. أنت سمعت حاجة زي كده قبل كده؟ عرف إنها لغة عربية. لك عرفت ان الكلام كله عن ربنا، بس عرفت ازاي؟ عندها كتير من اصدقائها عرب. بتسمع الحاجات العربية، الاغاني العربية، ففاهمة يعني. لما بسمع الحاجات دي قلبي بينبض. إحساس غريب والله لما بتسمع القرآن فعلا، فعلا تحس إن الأدرينالين بتاعك بيعلى. شعور جميل. لا، وعايزة تسمع تاني. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق. جميل جدا. ده الكتاب السماوي يعني بيعرفه. انك اسمعك حاجة واعرف منها واعرف رأيك. لك مريح وهادي. أول ما سمع ارتاح على طول. عارف إن الحاجات دي اللي بتاعت المساجد وبتاعت المسلمين. الصوت بيبان ان هو الحاجات دي للعبادة.
سمعت الحاجات دي قبل كده. رسالة. مش معقول. ازاي عرفت الحاجات دي؟ لا بعد ما تسمعيها هنعرف رأيك، نعرف شعورك بعد ما سمعت القرآن. انت اللي اخر واحد. قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون. بسمعوه هما مبسوطين، يعني في منهم ناس ممكن ما يكونوش سمعوا القرآن قبل كده، يمكن دي اول مرة يسمعوه. خلاص كده. انا مبسوط الصراحة. فلو عجبك الفيديو اكتب لي في الكومنتس انت حسيت بايه. وبكده يكون الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتتفرج على الفيسبوك، ولايك واشتراك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يتبعت لك اي فيديو جديد لو بتتفرج على اليوتيوب. خلينا نوصل لألف مشترك في اسرع وقت. اشوفكوا الفيديو اللي جاي. سلام.